مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب يوم ما كنتواجدوا بمدينه الحمراء مدينه البهجه هي مدينه مراكش طالبين ضيف الله عند سبعه رجال ولكن اليوم غنستضيفوا منا واحد الراجل اللي هو فنان مسرحي بامتياز واستاذ المسرح بالفرنسيه يونس السردي مرحبا بك معنا. مرحبا بك سي فريد عندنا في مدينه مراكش ومرحبا بانفاس وهذا شرف لنا ان نكون معكم. شكون يونس السردي؟ يونس السردي هو ممثل مغربي ومخرج مسرحي شاركت في مجموعه ديال الاعمال التلفزيه والسينمائيه بالاضافه الى الريبرتوار ديال المسرح اللي هو اعشقه واموت فيه. ذكر لنا شي اعمال بعدا تلفزيونيه. هو اول عمل كنت اشتغلت فيه سنه 2004 اول عمل دخلت للتلفازه به ولكن قبل كان كندير المسرح مع الطيابه مع السي عبد الله فركوس وعاجيل ونجوم الزهور ومجموعه ديال كانت طيابه كانت واحد العمل جمع واحد مجموعه ديال الناس نجوم كاين اللي مات الله يرحمه طيب ليكم مزيان الله يلا طيبات لينا مزيان وكان ذاك التلاقح ما بين اول خطره شاب كيدخل مع فنانه كبار في هذاك المجال استفدنا بزاف والاعمال المسرحيه بدينا نستفيد والاعمال المسرحيه بديناها من 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 المسرح ديال شفشاون كنت مع ياسين احجام مجموعه ديال الاخوان في مدينه الشاون هذيك الانطلاقه الفعليه ديال المسرح اللي كنا كنعرضوا في لي ريجون بابتازا بني حماد كنا كنعرضوا في مجموعه ديال الامور من بعد انتقلت هنا درت المسرح الجامعي هنا في مدينه مراكش حصلت على مجموعه ديال جوائز في المسرح الجامعي وبدات الانطلاقه في المسرح الاحترافي في سنه 2001 وقالوا لي عندك ديبلوم ديال الاعلام ديبلوم ديال الاعلام كذلك ياك بعدا ياك تفرقيكه ياك جيت تفرقيكه هي هذيك ما عندي ما ننسى وخريج المعهد ديال الاعلام كونسيبتور بروديكتور اون كومونيكاسيون وهذا الشيء اللي كاين بكل تواضع كل تواضع هو النكته قول لي يا سي يونس يعني في الظرفيه ديال كورونا يعني انت كنعرفوك رجل مسرحي بامتياز ضررت شي شويه وهو قال لك كثرت الهم كضحك هو راه فعلا الفنان المسرحي بصفه عامه تضرر اكثر من غيره لان كما كنعرفوا الفن يختلف من فنان الى فنان اخر ولكن الفنان المسرحي كان الفنان المسرحي ديال الفنون الحيه هو اللي تاثر بزاف لان تسدوا المسارح تسد اللقمه ديال العيش كنعرفوا بانه كيخدم هو مع مجموعه ديال الاشخاص ما كيقدرش يخدم بوحده بحال البانتر بحال دوطخ ارتيست بحال بزاف ديال 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 الفنانه وهو تاثر لان اصلا المسرح عامين دابا وما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه بالنسبه للفنان المسرحي اللي كانت ضائقه كبيره وباقي كيعاني بها الان مسرحي اللي كيشتغل فقط من المسرح ماشي موظف ومتفرغ العلاقه ديالك مع عبد الله فركوس اوه يا سلام سي عبد الله كنتمنى له من هذا المنبر الشفاء العاجل الله يشافيه والسي الحاج صديقنا وحبيبنا ومثلت معاه مجموعه ديال الافلام ما فيها كتيك الطيابه طلعها وتاشرح لها كنت عريس ودرت مؤخرا اخر فيلم درت معاه هو ربيبي مليونير واللي كنت انا هو ربيبي مليونير زعما السي عبد الله هو نجم من نجوم الشاشه المغربيه وكذلك قلب كبير والله يشافيه والله يخليه لوليدات قالوا لي من هذا الفيلم هذا ديال المليونير وليتي مرفح واه شحال الفلوس دخلت رفعتي وما نقولكش واحد البابور ديالي راه حصل لي في اسبانيا جبت حمايه قلبيه والمهم راه تنحاولوا ندخلوا ان شاء الله هذاك البابور اللي وحل لي وكاين بزاف ديال البابورات راه كاين هنا في مراكش واحد في قلعه السراغنا هو نتمناو خير ان شاء الله ان شاء الله بكل تواضع بكل تواضع كاين شي عمل مسرحي جديد في هذا هو كاينين ثلاثة أعمال إن شاء الله مسرحية عمل كنا سبق لينا أننا قدمناه وعمل في إطار سميتو وعمل آخر ديال الأطفال اللي هو جوج أعمال ديال الكبار وعمل ديال الأطفال اللي إن شاء الله كنتمناو أنهم يلقاو نجاح وعند الجمهور وبالنسبة للتلفزيون والسينما التلفزيون كان فيلم سينمائي الان ان شاء الله غادي يتصور في مدينه مراكش ومقترح فيه بانه غادي يكون عندي واحد الدور جميل جدا كنتمنى ان شاء الله يتيسر التورناج بعد اكراهات اللي كيلقاها يونس السردي يعني في المسرح هو المسرح كما كنعرفوا خاصو دعم ماشي انا كما سبق ليا حضرت مجموعه ديال 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 الدول ما فيها تونس ما فيها دول اخرى فرنسيه اوروبيه لقيت بان كاين هناك دعم ديال البلديه دعم ديال المجالس الجماعيه ديال المقاطعات ديال كيدعموا الفنان المحلي المسرحي بحال في تونس كاين دعم ديال اربعه الاعمال اعمال ديال الكبار اعمال بكاتب محلي اعمال بكاتب دولي
وكذلك اعمال ديال الاطفال. والبلديه هي اللي كتساهم ب 100%، يعني جماعات والمقاطعات. والمقاطعات، وهذا الشيء كان في المغرب، كان دعا له الحسن الثاني رحمه الله، كان قال في الخطاب ديالو ان يجب دعم المسرح ب 1.5% ولا 0.5% ما تنذكرش بعدا. المهم كان واحد الدعم خاص يكون قار في البلديات. هذا الشيء ما لقيناش حنا من بدايه الاشتغال ديالي من 2000 الى الان. الدعم دي خاص يكون دعم ديال الجهات المسؤوله هنايا المنتخبه، لان هذوك فلوس الشعب، وخاصه المسرحي كتستافدوا منه فرق، تستافدوا منه جمعيات ثقافيه ورياضيه وكذا، خاصه الفنان المسرحي حتى هو يستافد من هذاك الدعم، وغادي يكون اضافه نوعيه في النهضه الثقافيه ديال المدينه. كنتمنوا هذه الرساله توصل الجماعات والمقاطعات. القطاع الخاص، القطاع الخاص حتى هو يساهم، المقاولات، الناس اللي كتشتغل، لان بحال في دول اخرى كاين الناس اللي كتساهم في الفن كتنقص لهم الضريبه. واش انت داك الشيء تتنقص من الضريبه؟ من الاحسن انه يكون عندنا حتى حنايا مقاولات كبيره ومقاولات صغيره كتساهم حتى هي وتحيد لها من الضريبه ديالها بانها كدير واحد الاشعاع ثقافي في المدينه. كي جاتك المبادرة ديال السيد الوزير الثقافة والتواصل يعني بشراكة مع الإذاعة والتلفاز المغربية؟ وكان قبل ذلك كان الفنانين المسرحيين تحركوا وقالوا بأن المسرح راه في سكتة قلبية. الوزير جزاه الله خيرا دار هذه المبادرة اللي هي 60 عرض، وكما كان نعلم جميعا أن راه كاينين أكثر من 60 فرقة محترفة في المغرب. الا جينا خدينا كازابلانكا ولا مراكش ولا كذا غتلقى 60 راه كامله، مدن اخرى غادي ما غاديش تستافد والناس اخرين ما غاديش يستافدوا. كنتمنى يكون السقف ديال هذا يكون يعلى شويه، لان بغينا المسرح حتى هو يكون بحال الافلام، بحال الدعم ديال السينما اللي كيكونوا فيه الملاعر كيكونوا فيه كذا. المسرح راه ما كيحتاجش بحال هاد الناس هادو ياخذوا واحد الدعم كبير، ماشي انا راه مع السينمائيين انه ياخذوا داك الشيء هذا، ولكن خاص الالتفات للدعم حتى هو من السيد الوزير انه دار هناك دعم الهوات اولا لانه هما القاعده، ودعم ديال الشبه الاحترافي، والشبه الاحترافي اللي هو خصو يتقاد وتعمل له واحد الركائز، خصوصا دابا مع بطاقه الفنان خصو يكون قانون كينظم وكيحمي هذه المهنه ديال الفنان المسرحي. سيونس السردي، الا تلاقيتي بوزير الثقافه ورا الكاميرا قدامك، الا تلاقيتي به اش غتنو اشنو يعني غتطلب؟ واش غتطلب كنت كشخص ولا غتطلب يعني اسم الفنانين كاملين؟ وكما كنقولوا الفنان المسرحي كيخدم دائما مع الجماعه، ويد الله مع الجماعه. وحنا السيد الوزير الطلب اللي كنطلبوا كمسرحيين هو اعطاء نفس جديد للمسرح المغربي، وانقاذ المسرح من السكته القلبيه اللي وقع فيها الان، باعطاء الاهميه للمسرحيين خصوصا المسرحيين الرواد، واعطاء الفرق المسرحيه واحد الهامش ديال 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 الاشتغال، لان كما كنعرفوا هذه الازمه هذه راه كانت كبيره وكبيره بزاف على المسرحيين كما سبق وذكرت، واعطاء اهميه كذلك للهوات لانه هما المشتل ديال المسرح الاحترافي والشبه الاحترافي. وكذلك كنتمنى من السيد الوزير، راه سبق له انه قال في البرلمان انه يمشي كذلك للمدن اللي هي ما فيهاش، كنمشيو كنعرضوا ما كنلقاوش مسارح ما كنلقاو، يكون شي اتفاقيه مع وزاره الداخليه والوزارات الاخرى، وزاره الخارجيه ووزاره الجهيز، ويكون واحد التكافل في اطار ان ندفعوا بعجله ديال الثقافه في البلاد، لان المسرح هو وجه ديال البلاد وخاصنا نحافظوا عليه وخاصنا نبينوا، لان المسرحيه كتعالج داك الشيء اللي كاين في البلاد. والمسرحيين دابا مدن ودول تشهرت هي على اسم المسرحيين ديالها، ملي كنقولوا موليير كنقولوا فرنسا، ملي كنقولوا شكسبير كنقولوا انجلترا، كنقولوا الطيب صديقي كنقولوا المغرب، ومجموعه ديال المسرحيين اللي اسمح لي ذكرت ما ذكرت السميه ديالهم اللي عطاو اشعاع لهذ البلاد هذه، وتنتمنوا اعطاء الاهميه باش يخرجوا لنا بحال الطيب صديقي، بحال الفنانه الكبار اللي عطاو الكثير، الجندي، ومجموعه ديال الفنانه اسمحوا لي الا نسيت الاسماء ديالهم. تنفسي معنا مع انفاس. انفاس. وشكرا للانفاس بزاف، كنشكركم على الاستضافه، وكنتمنى لك اخويا مول النكته بكل تواضع بكل تواضع التوفيق الله. والنجاح ان شاء الله مع الله يكبر بيك وعلى ايقاعات يعني النغمات ديال جامع الفناء. نديك بعدا لجامع الفناء نقول لك تحياتي. غديك جامع الفناء تشوف القروده، ندو لهم البنان البنان. انتم معنا يا جامع الفناء، ومرحبا بكم وشكرا لكم بزاف. تحياتي شرفتينا. الله يحفظك، شكرا.